مساء الخير يا فندم. اهلا بيك يا فندم. لا احنا كانت الامطار في محافظه دمياط يمكن تكون كانت ضعيفه ومتوسطه الصبح، ولكن من الساعه طبعا في امطار غزيره جدا في دمياط وفي راس البر وفي باقي المدن كلها جدا. غزيره بقى لها ساعه دلوقتي، بس الحمد لله يعني في سيطره على الموقف والمعدات موجوده كلها في الشارع، وطبعا قيادات المحافظه كلها والوحدات المحليه وشركه المياه كلنا متواجدين دلوقتي علشان نسيطر على الموقف. واحنا الحمد لله احنا من حوالي سنتين كده لما بدا يكون في تغيرات مناخيه ظاهره قوي احنا بدانا نكثف جهودنا في ان احنا نعمل بلعات مطر في كل الشوارع اللي بنسفلتها، شرط في المؤسسات اللي بتيجي ان يكون في بند بلعات مطر عشان نقدر نسيطر على الموضوع ده. وكمان بنعمل بلعات المطر دي بتصرف على السرع والمصارف وعلى نهر النيل، ما بنعملهاش بتصرف على الصرف الصحي. نعم. فدلوقتي فده بيخلي في مخزون في المياه كويس وبنستخدمها بعد كده في الري، يعني بتستفيد حتى من مياه الامطار دي. وفي نفس الوقت بلعات المطر اللي اتعملت على مدار السنتين اللي فاتوا نفعت في الوضع، بقى احسن في المحافظه دلوقتي لما بنتعرض لطقس سيء زي دلوقتي او امطار غزيره، فالوضع بقى احسن شويه. بنتكلم على اجازه بكره لكل المدارس. ايوه يا فندم، النهارده كان في اجازه وطبعا بكره احنا دوله رئيس الوزراء بتتواصل معنا باستمرار ومع غرفه العمليات، وكان وجه ان كل محافظ ياخد قراره في تعطيل الدراسه. احنا عطلناها امبارح وان شاء الله بكره، النهارده قصدي، ان شاء الله بكره كمان عطل الدراسه. بنتكلم على مدارس بس ولا في مصالح حكوميه؟ لا مدارس بس. لا الوضع بكره يبقى كويس، الارصاد قالوا بكره ان شاء الله الدنيا كويسه ولا مستمره الامطار؟ هو في يا فندم امطار بكره يعني لغايه يمكن يعني الارصاد بتقول يمكن لحد الساعه 3 4 كده في امطار تاني، ولكن هي مش كانتش يعني ما كانتش شديده طول اليوم، هي بس شدت من ساعه. حركه الصيد متوقفه طبعا مش كده؟ هو طبعا حركه الصيد متوقفه اصلا، الصيادين بيلاقوا الطقس سيء كده ما بيطلعوش يصطادوا. نعم. لكن الحمد لله ما عندناش نقدر نقول اضرار او خسائر، الحمد لله ما عندناش اصابات، ما عندناش خسائر يعني. الى الان مفيش اي حاجه الحمد لله، ويتممها ربنا على خير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. دكتوره منال العوض بشكرك شكرا جزيلا، محافظه